بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعرب سموه فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، سائلا المولى العلي القدير أن يوفق سموه ولي العهد في كل ما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يكتب له السداد في كل جهوده لرفعة ونماء دولة الكويت الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة.